من أروقة الشارع الثقافي هي الحوارات الجانبية. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم شيخنا. موفقين إن شاء الله. الله يوفقك. شيخنا اليوم يعني اليوم 27 رجب. زيارة الذكرى المبعث النبوي الشريف. شنو رأيك وأنت في وسط الشارع الثقافي؟ والله مهم جدا أن تكون فعالية كالشارع الثقافي أن يحيي هكذا ذكرى بسبب وجود هكذا مثقفين ومبدعين الذين هم شرائح. مهم جدا أن تحيى من هكذا ذكرى في مثل هكذا فعالية وهكذا شارع مهم جدا. شكرا جزيلا.